صابر والاخبار توت سويت بونجور نهارك زين صابر بونجور شيف امين اهلا وسهلا في فورما في فورما رغم انه اخباري ديما نلقى روحي محصور في زاويه انه تكون الاخبار ماهيش هي نحب نسلم على المشاهدين خاصه لي فام فويي والناس اللي تبع فينا الاخبار هاو باش نعطيو لمحه على الاخبار جستمو الناس اللي تبع فينا والناس خاطر احنا توا مباشر لكن بعديك يتعاود الخمسة ونص نتاع العشيه ليميسيون دونك نقول لهم وللي مازالوا كيروحوا توا ورا كريك شافت في عند الكوجينه والطيب صحه وفرحه لاختي الحمد لله على سلامتك وعلى رجوعك للدار سالمه اي اوريزمون الاخبار هو اللي عاد الخمسة ونص نتاع العشيه دونك حتى اللي توا قاعد يتفرج في اللي عاد راهي الاخبار صالحه حتى نص الليل كما سندريلا تاع نهار كامل كما سندريلا الاخبار نتاعي دونك من بين الأخبار اللي اليوم نلقاوها حتى في الصحف متاعنا واللي تشغل الرأي العام هي تمديد حالة الطوارئ بشهر قرر السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد انطلاقا من غدوة هو يبدأ ساري المفعول التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر تكون من 26 نوفمبر حتى 25 ديسمبر لهنا اوريزمون قبل الريفيون على الاقل لانه حاله الطوارئ فيها برشا اجراءات ما نعرفش تعرف شي فاهمين الاجراءات والله في بالي هكا فما حاجات دي بوان معينين اما ما نعرفش اذا فما والي عنده قرارات صحيح الجيش يبدا اليرت ويبدا يتعب برشا كلامك صحيح كوثر كلام شيف صحيح لانه الوالي والوزير الداخليه زاد يكون عنده برشا استثناءات برشا ناس فيكم زاد يتسالوا زعما شنو هو حاله الطوارئ كنقولوا حاله الطوارئ راه نقولوا حسب الامر عدد 50 لسنه 1978 اللي قعد ديجا نطبقوا فيه للان اعلان حاله الطوارئ بكامل تراب الجمهوريه او ببعضه يكون اما في حاله خطر داهم او جزء من الخطر اللي يهدد البلاد نعرفوا انه بلادنا اليوم ربي يحميها ويحمينا تواجه عديد التحديات من بينها قادمين على ريفيون فما تحديات ارهابيه فما زاد العديد من الاعتصامات بغض النظر عن انها مشروعه او غير مشروعه العديد من فما حاله غليان وتشنج ونعرفوا انه في الشتاء وخاصه جايين على ديسمبر وجانفي دونك تكون اكثر حاله الغليان وكل الثورات تقريبا كانت في جانفي من بين الاجراءات في حاله الطوارئ حتى نعطيه لمحه للساده المشاهدين هو انه قانون الطوارئ يمنح لوزير الداخليه صلاحيه وضع الاشخاص حتى تحت الاقامه الجبريه وتحجير الاجتماعات وحظر التجول وتفتيش المحلات حتى دون وجوب ترخيص مسبق لانه في العاده لازم ترخيص. التفتيش يكون لازم ترخيص كيف قانون حاله الطوارئ يعطي للوالي صلاحيات استثنائيه لانه لهنا نحكي زاد على السلطه المحليه كما فرض حظر التجول على الاشخاص والعربات كما زاد منع الاضرابات العماليه لهنا هذا هو منع الاضرابات نجم حالة الطوارئ نجم الوالي عنده صلاحيات انه يمنع الاضرابات في حاله الطوارئ هذاك علاش هي حاله الطوارئ هاو برشا اضرابات هذاك علاش قلت لك بغض النظر عن مشروعيتها وهل هي معناها الناس عندها احقيه اكيد انا نساند حقيقة كل الاضراب موجوده لكن احنا تو في حاله الطوارئ نساند الحق في العمل الحق في الاضراب هي حاله الطوارئ كيف زاد كل مخالف للاحكام الامر هذه تعاقب بالسجن اللي ينجم يكون بين 6 اشهر وزوج سنوات صابر ظروف بيسالش ظروف المباشر ظروف المباشر نحب نعرف شكون شكون ستاندار والله ستاندار 77 تليفوني عادي مش سمارت فون معناها تليفون خدمه كلهم خدمه صابر اتصالات بصابر صابر على كل بين 6 اشهر وزوج سنوات واختيه تتراوح بين 60 دينار و2500 دينار هذا هو قانون حاله الطوارئ اللي مدوا فيه بشهر نعاود نذكر انه من 26 نوفمبر ل 25 ديسمبر ما همشني شويه التليفون ونعرف انه انا غلط راهو لاني دخلت التليفون مالك شيخ عليك بالضحك تحيه للمخرج المتميز مالك العلياني والمخرج زاد محمد ابراهيم اللي باش يكون متواجد معنا غدوه ان شاء الله دونك برشا جهات زاد كوثر فيها برشا حاله من الاحتقان وحاله من الغليان في صفوف المتسكنين وصلت حتى الاعلان الاضراب العام الجهوي تو نحكيو على ولايه باجه بعد شويه واللي الاضرابات هذه وحاله التشنج تكون احتجاجا على الوضعيات وارتفاع الاسعار وتفاقم حاله البطاله الفقر غياب اليات النهوض بالمنوال التنموي هذاك علاش قبيله قلت فما احقيه للمطالبه زاده بالتنميه ونعرفوا انه خاصه الجهات الداخليه ناقصه تنميه كيف يقولوا انه الحكومه ما بدرتش تقريبا بفتح باب الحوار مع المعتصمين اذا كان نجموا نستثنيوا شويه تنسيقيه الكامور خاصه بعث رسائل طمأنة
خلال إشرافه على افتتاح الندوة الدورية الثالثة للولات. وأكد زاده هو رغم تأكيده على أنه ملف التنمية الجهوية هو من أولويات الحكومة، لكن برشا يقولوا ما زلنا ما شفناش تنمية جهوية. دونك الناس عندها أحقية شوية في أنها طالب التنمية. صحيح النجم نفهم أوضاع بلادنا خصوصا في ظروف الصعبة هذه، خصوصا نجي ولولاية باجة، تحية لولاية باجة وكل الشمال الغربي وتونس الكل العزيز الغالية. إضراب عام اليوم جهوي بولاية باجة، وكان فريق من قسم أخبار تلفزة تي في على عين المكان تنقل اليوم منال الحرزي ومنصف بن مسعود موجودين غديكا، فريق من تلفزة تي في موجودين غديكا توا قاعدين يصوروا في الإضراب اللي موجود في باجة. أكيد دونك شلالتين تقريبا اليوم في ولاية باجة، إضراب أقرته تنسيقية المنظمة الوطنية بالولاية واللي تجمع اتحاد الشغل، رابطة حقوق الإنسان، فرع هيئة المحامين، ومنظمة الأعراف، واتحاد الفلاحين، والاتحاد الوطني للمرأة. ولهنا مناسبة قوس صغير تحية للمرأة، واليوم اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة، تحية لكل نساء تونس وتونس بنساها ورجالها. نرجع للإضراب العام، الإضراب هذايا لا يشمل المخابز والصيدليات وأقسام الاستعجالي بالمستشفيات. نعرفوا أنه الوضع الصحي هذا يتطلب أنه الناس الكل تكون على استعداد لمواجهة عديد التحديات منها الصحية. دونك ما نجموش نقولوا إضراب عام في الاستعجالي كيف كيف التزود بالخبز. فما زاد تلويح بإضراب عام في نفيذة بعد وفاة البنية ماريا في بلوعة الصرف الصحي اللي كنا حكينا عليها البارح. على ذكر أزمة الخبز اللي ما لازمش تكون في إضراب عام، أزمة قوارير الغاز في عاصمة الجنوب صفاقس وفي بعض ولايات الجنوب الأخرى، أزمة كبيرة لليوم متواصلة، لليوم فما تشنج كبير وحالة من الاحتقان كوثر، لأنه صفاقس ناقصة غاز، ناقصة بنزين، البنزين بدأ يرجع، الغاز زاد بدأ يرجع، خاصة بعد أخبار تقول أنه مراسلتنا بالجهة زهور كانت قالت أنه فما شاحنات جات من بنزرت لتزويد المحطات بالغاز. كيف كيف وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى صغير تقول أنه فما تحسن بنسبة 40% بالتزود بالغاز. دونك الناس اللي تفرج فينا في ولاية الجنوب وصفاقس تقول لراهم مشكلة لصفاقس وولاية الجنوب. كيف كيف نحكيه على التحركات هذه والتشنج في رديف، فما معطلين يحتجوا على قرارات المجلس الوزاري، المجلس الوزاري اللي كان انعقد نهار الثلاث بإشراف رئيس الحكومة هشام المشيشي وبمشاركة طبعا العديد من الوزراء. أقر جملة من القرارات لفائدة ولاية قفصة، وقفصة تحية لها بالمناسبة عزيزة وغالية. دونك من بينتها أنه الإعلان عن فتح المناظرات المعلن عنها في مجالس وزارية سابقة. ثانيا شركة فصفات قفصة والمجمع الكيميائي وشركة الغراسات والبستنة اللي هي تشملها قرارات نحو تنمية هذه الهياكل. كيف كيف وتحويل مطار قفصة الدولي إلى مطار شحن بقيمة 12.5 مليون دينار. إن شاء الله القرارات هذه تكون تتفعل بعد ما تم الإعلان عليها في مجلس وزاري، وإن شاء الله نسمع أصداء طيبة على جهتنا. إن شاء الله يا ربي على جهتنا. دونك قداش عندك ما مشيتش للإمارات كوثر؟ الإمارات الإمارات العربية المتحدة. هو أنا مشيت لها أصلاً باش تقول لي عندش عندك لا ما نعرف عندك عروض مسرحية تمشي. ما مشيتش إذيك بديت ما مشيتش ما مشيتش الحقيقة ما مشيتش ما عنديش فكرة عليها. تحب تمشي؟ والله مذبينة هي ماهيش مسابقة لكن هو تعليق فرح الشيف يقول لك فما كونكور مونديال شو انا عندي صاحبتي غاديكا الممثل القديرة أستاذة المسرحية خالدة الشيباني تحية لها والعديد من الفنانين المبدعين غاديكا منورين ويرفعوا الراية التونسية كما برشا رياضيين في الإمارات العربية المتحدة. اش صار وجاكم الحديد انتم زاد تبعوا مليح. اداره الهجره الاماراتيه تعلق اصدار لي فيزا التاشيرات لمواطني 13 دوله معظمها دول ذات اغلبيه مسلمه حسب بلاغ مجمع اعمال حكومي. وعليش دول هذه منها تونس اي وليبيا والجزائر والعراق ولبنان وباكستان وتركيا وسوريا وافغانستان واليمن والصومال. هذه تجي يقولوا لانه حمايه البلاد من التهديدات. ما نعرفش شنو هي التهديدات اللي تنجم تمثلها الجنسيات هذه. استنى 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 استنيني نهار السبت انا في البروفا انا وحنان الشجراني في البروفا بتاع منير العرقي تحيه ليه وتحيه الحنونه
فخوها كلمها على الميسنجر وشفنا حريقة اون ديريكت في الإمارات. فهو قال حريقة تنجم تكون أبحاث بعد أثبتت حاجة أخرى. إذاك عليش صار من عرش يمكن أنا توا هكا ربطت الحديث ببعضها. هو القرار هذا كوثر كان ساري المفعول من 18 نوفمبر هذية تعليق التأشيرات ل 13 دولة من بينتها تونس وتزاير وليبيا. لكن خرج في الإعلام في الفترة هذه البارح خرج هو البلاغ للعموم بعد رفض عديد التأشيرات من مواطني الدول هذه، وبالطبيعة فما تونس ترفضت التأشيرات نتاعهم. لهنا باش نحكي من الولايات من الإمارات العربية المتحدة نمشي للمملكة المتحدة في بريطانيا. فما شركة أسترازينكا البريطانية تقول أنه لقاحها ضد فيروس كورونا أظهر متوسط فعالية بنسبة 70% بعد جهود طويلة. ونعرفوا أنه كما فما غليان عنا إحنا في العالم فما غليان وحالة أخرى في المخابر العلمية لمحاولة إيجاد لقاح. أكيد جدا يرى أنه المختصين أنه من المبكر الحديث على اللقاح في وجود في ظل وجود لقاحات روسية وأمريكية. فما تنافس اليوم تدخل المدرسة البريطانية في المخابر تقول أنه الفعالية كانت أكبر في المخابر الروسية والأمريكية على أمل أنه نلقاو لقاحات للفيروس هذا فيروس كورونا. وفيت أخباري كمل تليفوني بيه هما عندهم هما يتهافتوا على التلقيح وشكون يعمل خير وإحنا أصل معني على شنو باش نتهافتوا احنا ما عندنا حتى شيء لانه تو سامبلومون قتلنا علمائنا هجرناهم فددناهم خرجوا اللي من برا. ثم حاجه اخرى انا اليوم ما علقتش الشاره الحمراء لكن لانه بطبيعتي احمر عندي بوند كبيره شاره حمراء متضامن مع حق الصحفي مش مزيه مع قرارات نقابه الصحفيين كيف متضامن مع الفنانين. واحنا كنا نحكيوا على بريطانيا في بالك انه بريطانيا يعلقوا ورده حمراء في نوفمبر لانه عندهم ذكرى مع الحرب العالمية الأولى. احنا نعلقوا في تونس شارة حمراء. وين بيجي راهو الشارة متاعي موجودة غير ساعات كي نسها على غالب باش نلبسها مي انا راني مازلت معتصمة. انا بيتي. مريقلينا نمشي وكاو سي بون صبر كملت. سافا ما عادش عندك تليفونات في السلطان. مريقلين خويا نمشي تو سويت الإيجا لنا ذو قلبنا دريساج مع شيف أمين. لكن قبلها كوثر فما. شفا؟ حنين. ليه نسيت حنين ما تقولوش ما سمعنا حد هكا ولي ما سمعنا حد نمشيو الحنين مع خالد معالي لا وي لا وي صحيح وحي وحي